بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنتعلم طريقة تنظيف الوحدة الداخلية في مكيف السبريت. حنحتاج ثلاث حاجات: فك زردية ومصدر أو مضغوط، يعني كومبرسور، علبة فريون، أي مصدر يعني عشان نسلك المواسير الداخلية إذا كان فيها أوساخ. طبعا حنشوف كيف حنفك الوحدة وحنشوف كيف هننظفها سواء بهواء أو مية. طيب أول حاجة بنفك ال نفك الفقة. هنشيل الفلاتر الاثنين. طبعا شوف كمية الوسخ. هذا الأول. هذا الثاني. هنفك الأربع براغي. واحد اثنين ثلاثة وأربعة. تمام. هنشيل الموجهات من هنا. أول هذه أول واحدة، هذه الثانية بس تطلع، هذا نفس القصة. عندنا هنا كمان واحد اثنين ثلاث براغي، يعني سبع براغي كاملة لازم تتفك عشان الغطاء الأبيض هذا يطلع. هذه سبع براغي. وننتبه فإن هنا سلك اللي هو الريموت، نفصله كبس عادي. طيب زي ما احنا شايفين هذه الوحدة الداخلية بدون غطاء، تمام، شايفين كمية الأوساخ. هننظفها فرشة عادية زي هذه الفرشة. هنبدأ ننظف. مرة. ما ننسى شغلة مهمة، تنظيف باتجاه الشرايح، يعني من فوق لتحت كذا غلط. تنظيف بس في اتجاه الشرايح عشان ما تسدد الشرايح هذه. الخطوة الثانية بعد ما خلصنا بالفرشة حنجرب المدير مية على الحديد اللي هنا ونشوف حينزل كيف. طبعا كل المية اللي بتنزل بهذا الاتجاه كلها بتروح للمصرف اللي هنا. هذه جهته بيدخل في الجدار، الماسورة اللي في الجدار، وبروح لغاية التصريف. طبعا بيعتمد على كمية المية اللي بيكثفها الجهاز. لازم يعني المية تنزل بسرعة. إذا المية شفتها أنت بتنزل بشويش بطيء حنشوف. شوفين هنا المية كيف؟ ما بتتحرك أبدا. نرجع نأكد هنا على الشفرات هذه، ضروري جدا تكون نظيفة، ضروري جدا جدا نظفها مرة واثنين وثلاثة وعشرة لغاية ما تتأكد انها تماما نظيفة. هذا شكل الشرايح بعد التنظيف.
ننظف هذا المكان، مكان الشفرات. الحين المفروض ننفخ هنا في هذا المكان او او باستخدام مصدر الهواء كومبريسر او علبة الفريون. هنشوف مع بعض. هنا الحين نرجع نركب كل حاجة تقريبا مكانها من هذه، والبراغي كاملة بس، وبعد كده بننظف الفلتر اللي طل فكناه أول حاجة. هنشوف كيف بعد ما خلصنا التركيب اللي فوق هننظف اللي هنا. طبعا مع كتر الزيت والغبار ما حينفع معاهم غير فرشة وصابون ومية سخنة أو أي وسيلة، المهم في الآخر ينظفوا يعني. وهذه النتيجة النهائية بعد تقريبا 25 دقيقة، مية صابون وكلوركس فرشة ودعك السنين. بعد ما خلصنا تنظيف رجع كده تقريبا نكون خلصنا من تنظيف الوحدة الداخلية. يستحسن نسيبها شوية عشان تنشف إذا كان في مية دخلت هنا ولا هنا أو نواحي الأسلاك الكهرباء أو حاجة. بس إن شاء الله تكون الطريقة سهلة شوية متعبة، لكن يعني بتحافظ أنت على الجهاز. يستحسن تعملها كل فترة.